شادينا دلوقتي نروح لموجز لاهم واخر الانباء مع هاله تفضلي هاله شكرا بسند الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم <applause> قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ادانت الولايات المتحده واليابان وكوريا الجنوبيه ممارسات الصين في بحر الصين الجنوبي وفي بيان مشترك عقب قمه غير مسبوقه في كامب ديفيد بالولايات المتحده اكد زعماء الدول الثلاث رفض اي محاوله احاديه الجانب لتغيير الوضع القائم في مياه منطقه المحيطين الهندي والهادئ وشددوا على اهميه السلام والاستقرار في مضيق تايوان والتزمت الدول بالتشاور الفوري وتنسيق الاستجابات للتحديات الاقليميه والاستفزازات والتهديدات التي تؤثر علي مصالحها المشتركه <applause> اعلنت المجموعه الاقتصاديه لدول غرب افريقيا اكواس انها اتفقت على ما وصفته بيوم الزحف لتدخل عسكري محتمل في النيجر اذا فشلت الجهود الدبلوماسيه وذلك من اجل اعاده الرئيس محمد بازوم الى السلطه وفي ختام اجتماعات استمرت يومين لقاده جيوش اكواس في العاصمه الغانيه اكرا أكدت المجموعة أن مباحثاتها مع المجموعة العسكريه التي استولت على السلطه في النيجر لن تستمر الى الابد مشيره في الوقت ذاته الى ان اللجوء لمثل هذه الاجراءات سيكون الخيار الاخير <applause> أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخا أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم أثناء الليل دون وقوع إصابات أو أضرار يأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه الرئيس الشيشاني رمضان قديروف سيطرة القوات الأوكرانية على بلدة كليشيفكا في منطقة دونتسك كان نائب قائد فيلق الجيش الثاني للقوات المسلحة الروسية أعلن أن الجيش الروسي يسيطر بشكل كامل على قرية كليشيفكا بالقرب من artiu movesc قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أن السلطات في كييف تبذل قصارى جهدها للبدء بمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي في 2023 وفي وقت سابق قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي أن السلطات الأوكرانية ليس لديها الوقت الكافي لتنفيذ جميع توصيات المفوضية الأوروبية السبعة المحددة للوصول إلى صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قبل حلول أكتوبر ولكنها تعمل بشأن هذه المسألة. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بتخصيص مساعدات اتحادية إضافية لهواي في اعقاب حرائق غابات ضخمه تسببت في دمار هائل في هذه الولايه هذا الشهر، واوضح بيان صادر عن البيت الابيض انه تم زياده الاموال الاتحاديه المخصصه لازاله الانقاض واجراءات الحمايه العاجله بنسبه 100% من اجمالي التكاليف المستحقه لمده 30 يوما متصله تختارها الولايه من اول 120 يوما بعد الواقعه. إنتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل